السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 خطوات لتشغيل بطاقتك التموينية المتوقفة. خليكم معانا نشوف الخبر. اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. تمنح وزارة التموين والتجارة الداخلية حق التظلم مجددا لأصحاب البطاقات التموينية الذين تم إيقاف صرف الدعم السلعي لهم بسبب معايير غير متطابقة عليهم، وذلك عن طريق إعادة تقديم شكوى أو تظلم إلى مديرية التموين التي تتبعها البطاقة التموينية المتوقفة عن صرف الدعم السلعي الشهري، ويؤخذ التظلم المسار الطبيعي حيث يمر ب5 مراحل حتى يصل إلى إعادة إدراج البطاقة التموينية ضمن قوائم صرف المقررات التموينية الشهرية. ونقدم لكم 5 خطوات. قوم رب الأسرة بالبطاقة تقديم طلب إلى مديرية التموين التابع لها لإعادة فتح التظلم مع إرفاق صورة بطاقة التموين، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من جوائب الكهرباء أو المرور أو شركة المحمول أو مديرية التربية والتعليم بحسب سبب الاستبعاد، وبناء عليه يرسل المكتب بالتظلم إلى مديرية التموين والتي تقوم بدورها بمراجعة التظلم ومقارنة البيانات الواردة إليها مع سجلات التظلمات التي تم إرسالها إلى إدارة البطاقات بالديوان العام. تعدي مديرية التموين التماس إلى وزير التموين بشأن تظلم صاحب البطاقة. بعد موافقة الوزير على الالتماس يتم تحويل الموضوع إلى إدارة البطاقات. يتم إعادة بحث التظلم، وفي حالة صحة البيانات المقدمة يتم الموافقة على استرجاع دعم السلع للبطاقة. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.